إذن بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا ودراسة التوصيات اللي صدرت عن اللجنة المتابعة للتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ونتيجة تتبع خلاصات اللي صارت عنا بالمناسبات الاجتماعية والدينية وبعض الأعياد واللي تبيننا ارتفاع عدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وبالتزامن مع إطلاق حملة اللقاحات اللي بلشت تعطينا مؤشرات إيجابية نتمنى عن المواطنين الكرام خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك ومع الأعياد أعياد الفصح المجيد أنه نتشدد أكثر ونلتزم لأنه المؤشرات يعني في سبق بين ارتفاع عدد الإصابات وبين تحقيق عدد أقل بإشغال أسرة العناية الفائقة ونسبة عدد الوفيات. إذن في عنا ارتفاع بالإصابات ولكن نتيجة التلقيح للفئات المستهدفة خاصة العرضة لدخول المستشفى أو الوفاة في تدني. هذا بدلل على أنه التشدد بالإجراءات والتسجيل على منصة التلقيح بغض النظر على نوع اللقاح وبعض الإعلام أو statement اللي عم بيطلع من وقت لآخر، نحن بنبقي مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية والتي أوصت بآخر تصريح من حوالي الساعتين أنه يبقى اللقاح وبالذات عم بحكي عن أسترازينيكا فوائد استعماله أكثر بكثير من عدم إجراؤه، والحالات اللي تسجلت هي حالات عم نحكي عن 18 حالة من بين 34 مليون شخص أخذوا تلقوا هذا اللقاح حول العالم، وفينا نقول كمان 200 مليون تلقوا لقاح أسترازينيكا بأكثر من 100 دولة بالعالم. إذن اللقاحات اللي عم نجيبها نحن والمرجعيات اللي عم نتبع منهم المعطيات العلمية والبحثية معطيات مشجعة. نحن على الصعيد اللبناني من بين 8000 مواطن تلقوا لقاح أسترازينيكا لم تسجل ولا حال استدعي الدخول المستشفيات، وهذه المعطيات هي معطيات إيجابية يجب أن نبني عليها. خلينا ما نروح على نضوي على بعض السلبيات اللي عم بتخلي المواطنين يترددوا، مثل ما وقت فايزر انطلق طلعت كتير دعايات، كمان اليوم وقت أسترازينيكا انطلق عم بيطلع عنا دعايات. خلينا نبني على المعطيات الحسية اللي بين إيدينا واللي بتقول إنه اللقاح حتى تاريخه هو آمن وفعال ومراقب من وزارة الصحة العامة، الفارماكو فيجيلانس كوميتي اللي تشكلت بوزارة الصحة العامة لدراسة وتتبع الأثار الجانبية للقاح، عم بتصل بكثير من المواطنين اللي ما عم بيسجلوا الأثار الجانبية ونحن عم نتبع وعم نتبع الحالات اللي تسجلت، وكله بدل على أنه اللقاح آمن وما في داعي أنه نحن نتردد باتخاذ اللقاح. ولكن في يقول كمان وأعلن من خلال بعض الهبات اللي وصلتنا وأخيراً من جمهورية الصين الشعبية 50,000 لقاح سينوفارم، وهيك بيكون دخل على السوق اللبنانية رابع لقاح أخذ الإمرجنسي يوز أوتوريزيشن من وزارة الصحة اللبنانية. حطينا خطة سريعة لتلقيح موظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية والقطاع التربوي وبعض المؤسسات والإدارات العامة للعودة تدريجياً إلى النشاط المتوخى من حملات التلقيح مع الاحتفاظ والتشدد بالإجراءات الواقية من انتشار اللقاح. فينا نقول أولوية الفئات الأكثر عرضة بيّنت أنه في تسجيل متزايد وهذا أمر كمان جيد وإيجابي، ندعي من خلال المواطنين بالمحافظات كلها أنه تسارع للتسجيل، وخاصة أنه نحن تقريباً لهلأ تحقق تلقيح ما يقارب 77% من المسجلين من الفئة العمرية فوق 75 سنة و 72% من القطاع الصحي العاملين بالقطاع الصحي واللي هني سجلوا بآخر أسبوعين أدنى معدل للإصابات وإشغال أسرة العناية الفائقة والوفيات.
بالنسبة للإجراءات والتوصيات بدي أحكي بعناوين لأنه بكرة بيصدر القرار. طبعا في التزام خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، في عنا حظر تجول بكرة بيعلن من أي ساعة لأي ساعة، في عنا الموائد الرمضانية تمنع ولكن الخيام لتوزيع وجبات بشهر رمضان هي منشجع عليها ولكن إجبار يكون مع الالتزام بالإجراءات الضرورية، التزام كافة التدابير ضرورة، 30% من رواد المساجد ودور العبادة مع التزام، يعني عدم الاكتظاظ مع التزام بالإجراءات الوقائية. إذن فينا نقول أنه نحن ماشيين على قدم وساق بالتتبع للحالات، بالحد من انتشار الوباء، بتعميم الفائدة من اللقاح على كافة المناطق والفئات المستهدفة، وهيك منكون فعلا ماشيين إن شاء الله رويدا رويدا لتحقيق الأمن الصحي المنشود. شكرا.